بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وقت الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون شديد الحراره، رطب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشماليه. بالليل الجو هيكون مائل للحراره على اغلب الانحاء، ومعتدل الحراره رطب على السواحل الشماليه، ده مع وجود نشاط رياح على عده مناطق. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على تليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. حضرتك يمكن قلتي لي يوم السبت ان الحد والاثنين هيبقى فيه الاجواء هتكون لطيفه شويه، لكن نسب الرطوبه عاليه، ومن يوم الثلاث هنبدا في الارتفاعات مره ثانيه. حابين بقى نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده. هو طبعا بالفعل يمكن احنا امس واول امس حصل انخفاض في قيم درجات الحراره، والعظمى على القاهره الكبرى سجلت 34 درجه مئويه خلال فتره النهار بفعل المنخفض الجوي اللي كان موجود معانا في طبقات الجو العليا. لكن من اليوم هنبدا نتاثر بالكتل الهوائيه شديده الحراره القادمه مع منخفض الهند الموسمي. طبعا المنخفض الهند الموسمي مع كتل هوائيه معظمها قادمه من على البحر المتوسط، فبالتالي ده بيؤدي لارتفاع في نسب الرطوبه. فانا النهارده بدايه من اليوم هيكون عندي ارتفاع في قيم درجات الحراره عن الايام الماضيه وعن المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه بحوالي من درجتين لثلاث درجات، وده في معظم المحافظات الشماليه تحديدا السواحل الشماليه حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد. وكمان احساسي بزياده نسب رطوبه في الجو، لان نسب الرطوبه زيادتها في الجو كمان تخلينا نحس بمزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره. اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون ما بين 36 الى 37 درجه مئويه خلال فتره النهار، ودي قيمه درجه الحراره المقاسه المحسوسه نتيجه وجود نسب رطوبه في الجو هتبقى اعلى من القيم دي بحوالي من درجتين لثلاث درجات. نسب الرطوبه تتجاوز 90% في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، وبتتجاوز 80% في القاهره الكبرى والوجه البحري. وكل ما تقدمت للمحافظات الداخليه كانت نسب الرطوبه بتقل بشكل تدريجي، هنلاقي الاماكن الساحليه هي الاعلى في نسب الرطوبه لكن الاقل في قيم درجات حرارتها، وهيكون متوسط درجات حراره فتره النهار ما بين 32 الى 33 درجه مئويه. عشان كده طقس اليوم هيكون طقس شديد الحراره رطب في القاهره الكبرى في الوجه البحري، ايضا في محافظات شمال الصعيد وكمان محافظات جنوب الصعيد، حر رطب في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، وده بيكون في فتره النهار. فترات الليل طبعا مع غياب اشعه الشمس بيكون في انخفاض قيم درجات الحراره. قبل ما نيجي لفترات الليل كنت محتاجه اعرف من حضرتك، في نشاط للرياح النهارده، هل ده بيأثر على حركه الملاحه البحريه والبحر الابيض والمتوسط، خصوصا زي ما بنقول دايما كل يوم ان احنا في عندنا المصطفين دلوقتي بينزلوا ميه البحر؟ هو بالفعل اليوم في نشاط للرياح، وكان خلال الايام الماضيه وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه ارتفاع امواج على شواطئ البحر المتوسط وخاصه في المنطقه الغربيه في مطروح والعالمين والاسكندريه، تم اغلاق بعض الشواطئ. لكن اليوم نشاط الرياح مش هياثر تماما على ارتفاع الامواج او هياثر على حركه الملاحه البحريه. ارتفاع الامواج هيكون مناسب تماما لاعمال الصيد بالملاحه البحريه وكمان اعمال التنزه او الساده المصطفين على الشاطئ في البحر الاحمر والبحر المتوسط. نشاط الرياح كمان اللي هيكون موجود معانا اليوم سرعته ما بين 30-35 كيلو متر على الساعه، يكون محسوس اكثر بعد فتره الظهيره وساعات الليل وكمان فتره الصباح الباكر، يقلل احساسي بنسب الرطوبه فبالتالي يخلينا حاسه بقيم درجات حراره اقل، وده اللي هيكون موجود فتره الليل. يعني احنا فترات الليل طبعا بتكون عظمه الرطوبه، لكن نشاط الرياح اللي هيكون موجود هيقلل بعض الشيء احساسي بارتفاع قيم درجات الحراره في فترات الليل ما بين الاجواء المعتدله للاجواء المائله للحراره، وده هيكون في معظم محافظات الجمهوريه. ارتفاع قيم درجات الحراره بدا معانا اليوم مستمر معانا ان شاء الله حتى نهايات هذا الاسبوع. عظمى على القاهره الكبرى مستمره ما بين 37 الى 38 درجه مئويه، مش هتكون ارتفاعات ملحوظه، هي فقط اعلى من المعدلات، لكن مش هنوصل ال 40 وفوق ال 40. 40 في قيمه درجه الحراره المقاسه لا باذن الله في القاهره الكبرى مش هنوصل لل 40، هي ارتفاعات يعني نقدر نقول طفيفه او اعلى من المعدلات الطبيعيه، اقل حاده من الاسبوع اللي فات، لان الاسبوع اللي فات كان عندنا موجه شديده الحراره بشكل كبير. صحيح. هي اقل حاده لكن هي اعلى من المعدلات الطبيعيه واعلى من امس او اول امس، لان احنا بالفعل كان عندنا اجواء معتاده في امس واول امس، فهتكون الارتفاعات
طفيفة بمعدل زي ما قلنا من درجتين لثلاث درجات، يظل متوسط درجات حرارة ما بين 37 و38، يمكن كمان مع نهايات الأسبوع توصل لل 36، فبالتالي هي ارتفاعات طفيفة وده هيكون في معظم المحافظات اللي موجودة في الجمهورية كلها. بس طبعا تعرض لأشعة الشمس خلال فترة النهار ده ممكن يزود إحساسي بارتفاع طبعًا قيم درجات الحرارة، ويخليني أحس بقيم درجات حرارة، لأن كمان القيم اللي أنا بقولها مع حضرتك أكيد دي قيمة درجة الحرارة المقاسة في الظل المحسوسة نتيجة وجود نسب رطوبة أعلى من القيم دي من درجتين لثلاث درجات باختلاف نسب الرطوبة من محافظة لمحافظة. فعشان كده بنأكد بس على كل السادة المواطنين لازم نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات الظهيرة من 12 الظهر لـ4 5 العصر. نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، لو اضطرينا نبقى موجودين في الشارع لازم يكون معانا بطل الرأس يحمينا من أشعة الشمس الشمسية أو كاف. مهم كمان عدم الوقوف تحت أشعة الشمس. وعشان كده احنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي حالة الطقس في برنامج صباح الخير يا مصر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معانا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 37 الصغرى 25، العاصمة الإدارية 37 25، اسكندريه 31 23، العلمين الجديده 32 22، مطروح 30 23، دمياط 32 24، بورسعيد 33 25، اسماعيليه 36 24، السويس 36 24، العريش 33 22، كاترين 32 16، طابا 36 26، حلايب 36 29، شلاتين 39 28، شرم الشيخ 41 30، الغردقه 40 30، الفيوم 37 24، بني سويف 38 24، الوادي الجديد 41 25، أسيوط 39 25، سوهاج 40 26، قنا 41 28، الأقصر 42 29، وأخيرا أسوان 43 29. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس. يمكن هيكون في ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة الفترة اللي جاية خلال الأسبوع، لكن ما هياش بالدرجات الحرارة مرتفعة جدا زي الأسابيع الماضية، فممكن نستمتع بأجواء صيفية معتدلة بإذن الله، وخاصة في الساعات الليل.